الكونتوس كذا كروس سكشن ممكن نعرفه من خلال الكوانتم ميكانكس بحاجه اسمها كلاين نيشينا فورمولا. دي عباره عن ان هي بتحسب لنا كده في ايكويشن علاقه السيجما سي اللي هي السيجما كومبتون بشويه بارامترز كده لها علاقه بالريديوس بتاع الالكترون، بالكوزاين ثيتا اللي هي الانجل بتاعه الفوتون اللي هو الفوتون اللي هو اللي طالع اللي هو السكاترينج فوتون، والاكس اللي احنا شفناها اللي هي عباره عن اتش نيو نوت على ام اي سي سكوير، ونفس الكلام بيبقى تحت البارامترز دي بتبقى موجوده عندنا. الار اي بتاعتنا بنسميها كلاسيكال راديوس اوف ذا الكترون، دي عباره عن اي سكوير على لها برضو ديفينيشن يعني على 4 باي ابسلون نوت ام اي سي سكوير، اللي هي بتبقى لها رقم محدد، واحده من الحاجات اللي تعتبر كونستنس يعني. فاللي بيحصل الحاجه الوحيده هنا اللي بتعتمد على اللي بتتغير على الاقل يعني مع الديفرنت انستنت فوتون اللي هي الاكس، لان بيبقى فيها اتش نيو نوت. اوكي، بقيه الحاجات التانية كلها بتستنتج منها يعني الثيتا هنجيبها من الانرجي بتاعت الانستنت فوتون برضه، فيبقى عندنا حسب الاكس وحسب الثيتا هنلاقي ان كل الحاجات التانية بقت كونستنس، ونقدر نحسب الايه اللي هو بيسكلي دي سيجما سي اللي هي دي سيجما سي باي دي كابيتال اوميجا، اللي بتكلم على الديفرنشال سكاترنج كروس سكشن بتاع الايه بتاع الكومبتون سكاترنج. لو جينا خدنا الكلاين نيشينا فورمولا ورسمناها فيرسس الفوتون سكاترنج انجل وات ديفرنت انرجيز، هيطلع لنا كيرف بالشكل ده كده. هميز فيه حالتين، الحاله الاولانيه الحاله بتاعت الفيري هاي انرجيز، والحاله الثانيه بتاعت اللو انرجيز. في الهاي انرجيز هنلاقي ان احنا عندنا اولموست الفاليو اللي هي عند الزيرو دي هي البيك، وبقيه الحاجات التانيه تبقى اولموست انسيجنيفيكانت، يعني بقيه الانجلز التانيه اللي احنا شايفينها عندنا بتاعت السكاترنج ما هياش الكروس سكشن بتاعها يعتبر صغير جدا. بعكس الحاجات اللي هي في الانرجيز القليله هنلاقي ان الكروس سكشن برضه ستيل له فاليو مش بطاله في الرينج كله تقريبا، ممكن الباك سكاترنج اكشوال في بعض الاحيان يبقى اولموست قد الفورورد سكاترنج. لو احنا حبينا نعرف بقى الفرق بين دي وبين دي في الجزء دوت بالذات على الاقل نحسب له الفورمولا بتاعته، هنلاقي ان احنا ممكن ناخد الليمت لما اكس بتروح للزيرو. اكس نفسها كانت عباره عن اتش نيو نوت اللي هي الانرجي على ام اي سي سكوير، وده كونستنت. فلما بناخد اكس بتروح للصفر ونعوض بالكلام ده في الكلاين نيشينا فورمولا بيطلع لنا فورمولا بالشكل ده كده، اللي هي بتعبر لنا عن الشكل البسيط اللي احنا شايفينه هنا دوت. وده فعلا بيقول لنا ان احنا عندنا في اللو انرجيز ممكن يبقى الباك سكاترينج ممكن يبقى النسبه بتاعته اكتر بكتير قوي من الهاي انرجيز. بناء على الفورمولا بتاعت الكلاين نيشينا احنا ممكن ناخد الايكويشن دي اللي هي كانت دي سيجما سي باي دي اوميجا، دي اوميجا اللي تحت كابيتال اوميجا دي اللي هي عباره عن سوليد انجل، وننتجريت اوفر اول انجلز يعني كل الثيتاز الممكنه علشان نحسب التوتال كروس سكشن بتاعي بتاع السيجما كويرنت ده بيساوي كام. فلو احنا عملنا كده هنلاقي ان الفورمولا شكلها طبعا حاجه صعبه جدا بالشكل ده كده از فانكشن اوف اكس. طبعا الثيتا اللي كانت موجوده في الكلاين نيشينا فورمولا مش هتبقى موجوده دلوقتي، فهيبقى كل حاجه فانكشن اوف اكس. فلو رسمناها كده نلاقي الكيرف شكله عامل كده. اوكي، اللي هي السيجما سي بتاعتنا تبقى شكلها عامل كده، بتتغير مع الانرجي بتاعتي اللي هي هنا ريبريزنتد باكس طبعا، ان اكس زي ما كنا بنقول اتش نيو نوت على ام اي سي سكوير. فلا ان هي بتقل يونيفورملي بالشكل ده كده زي ما احنا شفناها في الكيرف الاصلي خالص بتاع الايه بتاع الانتراكشنز. لما بتكلم بقى على العلاقه بين الكومبتون سكاترنج والانكوهيرنت سكاترنج، زي ما كنت بقول قبل كده الكومبتون سكاترنج اللي هو الكروس سكشن بتاعه سيجما سي ده كان بيتكلم على سنجل الكترون، لما بتكلم على ان اتوم كونتيننج زي الكترونز طبعا الماكسيمم فاليو بتاع السيجما انكوهيرنت هي عباره عن السميشن بتاع كل كروس سكشنز اللي هي الكومبتون سكاترنج كروس سكشنز بتاعت كل الالكترونز الموجوده كل زي الكترونز دي. فمعنى كده السيجما انكوهيرنت ان جنرال هي بتبقى ليس ذان اور ايكوال تو زي في سيجما سي. اوكي، احنا اكشوالي بنتكلم على الكربون بيبقى عندها الايكواليتي دي اللي هي سيجما انكوهيرنت بتساوي زي في سيجما سي نير 10 كيلو الكترون فولت. اوكي، فنرجع تاني للفورمولا بتاعتنا هنا كده هنلاقي سيجما انكوهيرنت الموجوده عندنا هي بتبقى اولموست بتبقى بتساوي زي في سيجما سي. لو احنا حبينا نتكلم بقى على الكروس سكشن بتاع الانرجي ترانسفير تو الكترونز، يعني احنا عندنا هنتخيل كده ان في جزء من الانرجي راح للفوتون وده الكروس سكشن بتاعه اللي هو سيجما سي. هنتخيل ان في عندنا بقى الالكترون نفسه الانرجي راحت للالكترونز دي لها كروس سكشن مستقل بنسميه سيجما تي ار او سيجما ترانسفير. اوكي، اللي هي الانرجي اللي ترانسفير تو الكترون. اوكي، فالحل بتاعنا ان احنا ناخد التي ايكويشن ونعملها انتجريشن اوفر اول انجلز عشان نقدر برضه نحسب توتال كروس سكشن للايه للانرجي ترانسفير دوت. ف
فلو احنا حسبناها هنلاقي ان الايكويشن بتبقى في الاخر عباره عن اف سي في سيجما سي، هنلاقي ان الايكويشن بتاعتنا بتبقى حاجه بالشكل ده كده. لو احنا رسمناها مع الانرجي هيطلع شكلها حاجه بالشكل ده كده، يعني بيبقى لها بيك معينه كده اولموست عند اقل شويه من 1 ميجا الكترون فولت، بتكلم على مثلا 300 400 كيلو الكترون فولت مثلا بيبقى عندنا بيك بتاعت الانرجي ترانسفير ده.